من سند انحيازاته الاجتماعيه. وبالتالي وربما الوحيد الذي له مصداقيه الان في هذه اللحظه فيما يطرحه، خصوصا واننا لم نسمع كلاما اخر غير الذي يطرحه حمدين صباح، مع كل التقدير والاحترام لكل الاخرين. على الاقل اذا كنت تقصد بالسؤال السيد عبد الفتاح السيسي فله منا كل تقدير واحترام بالتاكيد، خصوصا عندما انحاز بواقعيه وبموقف قوي لصالح ثوره 30 سنة. اما البرنامج فهو الوحيد المطروح امامنا هو برنامج 5. من ناحيه قانونيه يا فندم، ازاي هتحلوا موضوع الاعتقالات العشوائيه في الشوارع والجامعات؟ لا يوجد اعتقالات في مصر، انما يوجد القبض على بعض المواطنين عشوائيا واحالتهم للنيابه. سوف يتم الحديث بوضوح مع الاجهزه المعنيه في ضروره الفرز السريع بين من هو ضالع في اعمال اجراميه وارهابيه محرضا عليها او مشاركا فيها او مرتكبا لها، وهؤلاء لا ينبغي التسامح معهم، وبين هؤلاء الذين اخذوا اما بالصدفه او مصادفه او كانوا غير ضالعين في مسائل اجراميه، وهؤلاء ينبغي ان يعاملوا بشكل مختلف. طبيعه المنافسه الانتخابيه المره دي مختلفه، المره فاتت كان في 13 مرشح، المره دي مرشحين بس. أنا أعتقد أن هذا أفضل للشعب المصري، على الأقل نحن لأول مرة لا نختار بين سيء وأسوأ، نحن نختار بين حسن وأحسن، ومن ثم فالشعب المصري على الأقل يطمئن إلى أن اختياراته هذه المرة أيا كانت ستكون في صالح أسد.